منذ 300 يوم والسودان يرزح تحت وطأة القصف والجوع، حرب حصدت أرواح آلاف المدنيين وتركت الملايين في قوائم النازحين. هذه المعارك التي عكرت سماء الخرطوم وأم درمان باقتتال الجيش السوداني وقوات الدعم السريع زادت من الأعباء الاقتصادية بخسائر قدرها خبراء بأنها وصلت حد 120 مليار دولار. نزيف الخسائر لم يتوقف عند هذا الحد، فحتى السودانيون يكابدون بين نيران المدافع ومعد خاوية، لا سيما وأن مناطق النزاع معرضة لخطر مجاعة كارثية وفق تحذيرات أممية، في وقت يكافح الملايين هناك من أجل إطعام أنفسهم، إذ يحتاج حوالي 25 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليون يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي، في حين خرجت 70% من المستشفيات عن الخدمة، أما البقية فبالكاد تعمل بالكوادر المتبقية والإمدادات الشحيحة. كما وحرم الصراع 19 مليون طالب من مدارسهم وجامعاتهم. وبينما تقترب الحرب من إكمال عامها الأول، لم تفلح كل الوساطات في لجم غضب الطرفين وحسم الخلافات بينهما والالتزام بوقف إطلاق نار دائم.